هذا الجيش يجب أن يكون تحت قيادة موحدة حتى نستطيع تحرير سوريا الأرض والإنسان. نحن ندعم توجه أي توجه ليتوحد القوى الثورية تحت قيادة وعلم واحد وقائد واحد، قائد عسكري واحد، وخارطة واحدة، ألا وهي خارطة الجمهورية العربية السورية. طبعا نحن مع أي رؤية ممكن تؤدي إلى تشكيل جيش وطني، هذا الجيش الوطني يكون عبارة عن تفاعل كل العناصر الموجودة في سوريا، والهدف الأساسي هو أن يكون تحت قيادة واحدة، وإذا كان الجيش تحت قيادة واحدة ممكن يؤدي إلى طبعا يعني تكاملية، والتكاملية بالعمل ممكن يوصل لنتيجة ويتوحد الجيش السوري الحر كله في بوتقة واحدة، وهذا يعني يعطي نتائج جيدة ويعطي نتائج حقيقية ممكن نستفيد منه نحن بالمستقبل إن شاء الله. باسمي وباسم الشرطة الثورية في محافظة القنيطرة ومخفر سويسة خصوصا، نحن كضابطة عدلية وكشعب سوري مع أي توحيد للفصائل المقاتلة على أرض الوطن، سواء كانت مدعومة من قبل الشقيقة التركية أو من قبل دول الخليج العربي. هذا مطلبنا، التوحيد كل الفصائل والثوار بجيش واحد، هذا مطلب الشارع كله ومطلب كل المواطنين، أما مو بالضرورة دعم تركي، عنا خليج بإمكانه يدعمنا نحن، مو ضروري أنه نعتمد على الحليف التركي، والحليف التركي كأنه بالفترة الأخيرة والتقارب الروسي ضاعت حلب، لذلك عنا نحن عرب، عنا خليج، نحن نطلب منهم الدعم، دعم العرب أولا وبعدين نجي لتركيا. والله هذا المطلوب من الصغير للكبير، يعني كل الشعب السوري في المناطق الحرة يتمنى هذا التوحد إن شاء الله، وما أن غير التوحد، يعني بدون التوحد إحنا للهاوية. يعني رأيي أن توحد كل الفصائل مشان حق انتصارات، لأنه إذا ما توحدنا كلياتنا على إيد وحدة ما راح يصير انتصارات نهائية. من ضرورة العمل يجب أن تكون هناك قيادة مركزية واحدة تتبع لها جميع الفصائل العاملة على أرض سوريا الحبيبة لتطهير الأرض من رجس الروافض والروس والإيرانيين، ونحن مع توحد الفصائل واتباعها إلى الدولة التركية.